إلى حلقة جديدة من حيث الإنسان في موسمه الثاني. أهلا ومرحبا بكم مشاهدي بلقيس أينما كنتم داخل وخارج البلاد. أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من هذا البرنامج الإنساني الذي نتواصل معكم فيه يوميا، والذي يدعم قصص كفاحكم في مثل هذه الظروف التي تمر بها اليمن ويسلط الضوء عليها كي تكون منارة ونبراس للآخرين. أهلا بكم. لا يبحثون عن الرفاهية في هذه الحياة، هم فقط يبحثون عن ذلك الحيز الصغير فيها لعلهم يستريحون قليلا من عنائها. لا يبحثون عن تحقيق أحلام عملاقة، فأحلامهم بسيطة كقلوبهم، لكنها أحلام بعيدة عن أيديهم التي ظلت تنبش في الأرض بحثا عن ثقب يزرعون فيه الأمل ليثمر يوما ما. بشير واحد من بين ملايين اليمنيين الذين كبروا في بلاد ظلت تقزم أحلامهم الكبيرة إلى أن أصبحت مجرد رغبة في البقاء. واجه بشير خلال رحلة البحث عن الاستقرار أكثر من عثرة، فقد وضعت الحياة بين يديه ورقة تتزاحم فيها متطلبات المعيشة اليومية التي لا تنتهي، ولم ترمي في يديه سوى مقص صغير. فكيف كان هذا المقص عائل أسرة بشير؟ دعونا نشاهد ونعرف. كجميع المدن التي أنهكت الحروب، تضيق مدينة عدن بالكثير من ساكنيها رغم اتساع أرضها ورحابة سمائها. الانهيار الاقتصادي نتيجة الحرب شكل سداً حال بين الكثير من سكان هذه المدينة وبين إمكانية الحصول على فرصة عمل. عمل يواجهون من خلاله متطلبات المعيشة الباهظة ويخففون من حمولة الأيام الثقيلة على أكتافهم. على شوارع هذه المدينة تشققت أحذية المئات من العاطلين خلال رحلتهم الطويلة في البحث عن عمل، وعلى أرصفة الوقوف الطويل هنا تصلبت أقدامهم وهم ينتظرون انفتاح أبواب الرزق أمامهم. بشير واحد من آلاف العاطلين الذين وجدوا أنفسهم منذ الولادة على أرض مدينة لم يجنوا منها غير الغبار المتراكم على رفوف أعمارهم، ولم يتنفسوا من سمائها الصافية غير دخان الحروب، ولم يلمسوا من شموس أيامها الساطعة غير سمرة الوجوه وعرق الجباه. السلام عليكم، كيف حالك يا والد؟ طوال سنين عديدة من حياته ظل بشير يطرق أبواب الرزق بابا بابا، عسى ينفتح في وجهه واحد منها يعبر من خلاله إلى حياة أوسع. بعد أن كادت أصابع بشير تتورم من كثرة طرقه لأبواب الرزق دون جدوى، انفتح أمامه باب هذا المحل ليعمل فيه حلاقاً بأجرة يومية بسيطة. في أرضية هذا المحل يغرس بشير أقدامه طوال النهار ليحمل على أكتافه أركان بيته وسقفه، بالإضافة إلى أسرة صغيرة تعيش بين جدرانه. Thank you.
بعد ساعات من الوقوف الطويل في محل الحلاقة، يعود بشير إلى منزله مساء كل يوم. يعود حاملاً على أكتافه القليل من احتياجات أسرته والكثير من الهموم الناتجة عن الرغبات المؤجلة. السلام عليكم. يعود وفي جيبه ورقة تحوي الكثير من المتطلبات المعيشية وأوراق نقدية قليلة لا تكفي لتوفير حتى نصفها. الحمد لله، الحمد لله، لو الحمد الشكر اشتغل. الحمد لله، لو الحمد الشكر. الحمد لله. تيجي إيش زميل؟ فصلك لي هذا. اسمع تعجبني. لك لي هذا. طم حبيبي. راح اشتري لك هذا أنت بالشهر. لما زوجنا فتحنا محل. كان معي ذهب وبعته. أبنا بتصحى المحل عشان رقمة العيش. أصطلع إيجارات على ودات كم كمت على إيجارات ما أقدرش أدفعها. أخي شال المحل، شال المحل وقص يشتغل عند أخي. بعدين راح عند ناس يشتغل، يروح عند المعسكر ما يقول حلق لهون يقول له زاد ناقص هناك بالمعسكر. يسرح أسبوع رجع يتصلوا به، لما يتصلوا به يروح. المردود الحمد لله كل يوم، هي يوم 2000، يوم 1005، يوم 600، يوم 400. الحمد لله اشتري ناكل نشرب، امي لانه عيالي شو حاجات يحلموا بحاجه تحقق لهم ما اقدرش. يطلبوني حاجات، يطلبوني لعاب، يطلبوني ما اقدرش. اقول لهم عيالي لما تكبروا تشتري لكم. حتى البدلات ما اقدر اشتريهم، من العيد للعيد اشتري لهم بدله. كان معي 3 من قبل توفوا الله يرحمهم، كان في ابوهم ضمور بالدماء، ومعي قناع شنقات وتخار في عيونه دي قناع ما قدرتش اعمل لا تخطيط. ومعي ذا الاب في بوش حنان، ما قدرناش نتابع بعده ولا نعمل له نعمل له فحوصات ولا نعمل له تخطيط. وقفته من نفسي العلاج. اصل قاروره كانت ناخذها ب 4000. قاروره علبه كانت تجي مده اسبوع ما تغلقش الأسبوع. قلت إني بعدها خلف أندل له حبوب، والحبوب نفسه غالي هو من نفسه. رجعت وقفت، قلت أني بتوكل على الله، وتوكل على الله الحمد لله، وتوكل على الله وما جبت له شيء إلا قعد، والحمد لله ذوهم. مع كل طلوع لشمس نهار جديد، يستيقظ بشير للذهاب إلى العمل من أجل توفير احتياجات جديدة. إنه ليس على مستوى، لذلك بهذا المقص الصغير يحاول بشير يومياً اقتطاع جزء من قائمة المتطلبات المعيشية الطويلة، وكلما طال وقوفه أمام هذا الكرسي قصرت هذه القائمة. بشير اشتغل معي، عنده مواهب حلاقة لقصات الشبابية، واشتغل من التسعينات، وعنده خلفية، وكل يوم يجيب حاجات جديدة قصات، وهذا اللي خلانا استمر معه. ما اشتغل من الطلع لقسم النص، وقبل نسبة معينة صرفته العادية حاجة معينة. عدد الزبائن اللي يشتغلهم بشير حوالي 10 أنفار أو 11 أنفار. الأعلى استلم 6000 أو 7 أو 5، ولا أقل إلى 3000. يحتاج بشير أكثر من مجرد مقص ليقطع حبال الشبكة التي ألقته ظروف الحياة بداخلها، ويخرج من مشاكله العالق فيها وأسرته. أنا إن شاء الله أحلم أن يكون عندي لي محل حلاقة مثل في منزلي أو مثل في بيتي، علشان أكون أوفر من حيث إيجار، أكون أشتغل. عيالي علمهم حلاقتهم قدم، يعني ما شاء الله علمتهم الحلاقة. لو تحقق هذا الحلم بيكون عندي أمل، عندي مستقبل لعيالي، أطمن أضمن
حياتهم إن شاء الله. شكرا لكم، هذه فرحة لم تتصور. شكرا جزيلا على هذا الحلم اللي كنت أحلم فيه، وهذا حلم حلم لن أنساه. شكرا جزيلا لكم. وابتدأت رحلة فريق حيث الإنسان لأجل إنهاء رحلة بشير وأسرته الشاقة في الحياة من خلال تحقيق حلمه. بهذا المقص الجديد سيقطع بشير شعرة ظلت تفصل بينه وبين الاستقرار طوال سنين، وبه سيقص جزءاً أكبر من قائمة الاحتياجات المعيشية التي تضعها الحياة يومياً بين يديه. صار حلم بشير الذي ظل يدور في باله لأعوام عديدة واقعاً متجسداً أمام عينيه، تلمسه يداه ويشعر قلبه بفرحة تحقيقه. إذن هذا هو المقص الذي ودع به بشير شريط معاناته وسيدخل به عالم مشروعه الخاص. بشير قصة كفاح تستحق الدعم، وإذا كان قد تم تسليط الضوء على بشير اليوم فهناك الآلاف مثل بشير لم يلتفت إليهم أحد ويقفون على رصيف البطالة والمعاناة. تحية لبشير المكافح، وإن شاء الله يكبر مشروعه وسنكون بالقرب منه ومن كل المكافحين بالتأكيد مشاهدينا. إذا الآن سنكون معكم في فقرة المسابقة، وتفاصيل الأسئلة والأجوبة هي من قصة الليلة عن بشير من محافظة عدن. أذكر فقط بإمكانية التواصل المباشر معنا وقت الحلقة على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، أرقام البرنامج. ولمن يسأل أن الأرقام هذه مشغولة نكرر ونقول، لأن هناك ربما ضغط على الاتصالات والمشاركة في المسابقة، لذلك الموضوع يعتمد على الحظ لا أكثر. لدينا اتصال. ألو؟ ألو؟ ألو، السلام عليكم. طيب، أذكر أيضا بملحوظة أخرى تتعلق بسؤال الواتساب. تصلنا الكثير من الإجابات والأسئلة سهلة والأجوبة سهلة، لكن هناك من يجيب بشكل خاطئ، ليس في الاختيار إنما في طريقة المشاركة. فقط أرسل رقم الإجابة بدون أي إضافات، فقط اكتب الرقم فقط. لدينا اتصال. ألو؟
ايوه معك. الو السلام عليكم. ايوه معك. من معي؟ معك رايز علي صلح. علي راجين. غازي سعيد مصلح. غازي سعيد مصلح، من فين يا غازي؟ من تعز. من تعز، تابعت القصة يا غازي؟ القصة؟ ايوه، تابعت الفيلم قبل قليل؟ ما شاهدتش. ما شاهدتاش؟ ايوه. ليش؟ الطريق ماشي. ليش ما شاهدتاش؟ انا ماشي بالخط. ماشي بالخط، طيب. اذا لازم انه كانك تتابع يا غازي حتى نسالك، لانه كل الاسئله عن القصه، فانا يعني اي سؤال ساسالك لن تستطيع ان تجيب عن تفاصيل القصه، لذلك اعتذر منك يا غازي. طيب انا بسالك سؤال، لكن انت تقول لي انك ما تفرش يعني، فكيف يعني كل الاسئله عن القصه؟ ماذا ساعدني انت؟ طيب انا ساعدك. طيب كيف طيب هو سؤالك ما هو اسم بطل قصة اليوم؟ ما تابعتش. ما اسم طيب اساعدك. بطل القصة يعمل في مجال الحلاقة. انت تروح عند حلاق اكيد صح؟ ايوه. طيب دائما على ابواب الحلاقين بيكتبوا اشياء، يقول لك هذا الحلاق بيعمل ايش؟ قص. اذكر لي ثنتين من اللي بيكتبون. ايوه اللي بيكتبون على الباب حق الحلاق، الحاجات اللي بيعملها الحلاق. اتوف يعني مثلا يقول لك فرد، صبغه مثلا. يلا الثالثه عليك. كيف عاد اساعدك؟ الحلاق ايش بيعمل للزبائن؟ ايش الحاجات اللي بيقدمها الحلاق؟ شوار. ايوه تمام، زيد عد بقى. ايش؟ حلاقه. فرد سباق. ايوه كوفر. ايش؟ يعني كوفر للشعر. اوكي ايوه، قص شعر، فرد، صبغه، استشوار. مبروك عليك 50,000 ريال. مبروك لك. الف شكر. اتواصل على الرقم كيف؟ تواصل معي على الرقم الثاني اللي جبته للزملاء في الكنترول. ايوه انا جبت لهم رقم ثاني. تمام. طيب أيوة. تمام تمام يا غازي، ولا يهمك. يلا شكرا لك يا غازي. أيوة. اتصال اخر. الو الو الو، السلام عليكم. السلام. شهر مبارك علينا عليكم. من معي؟ علي عدنان. علي عدنان، من فين يا علي؟ من عدن. من عدن يا علي، من علي من عدن. تابعت القصة أكيد؟ إيه. طيب إيش اسم بطل القصة؟ بطل القصة بشير. بشير، مبروك لك، تستاهل 50,000 ريال، إجابة صحيحة. بس يا علي في حد ساعدك، مش أنت اللي جاوبت صح؟ الأهل. يا علي ها. مبروك لك 50,000 ريال. الأهل. الأهل، شكرا لك، والتأخير في الصوت لأنك بتسمعني من التلفزيون. شكرا جزيلا لك على العموم، وهي ملاحظة مكررة لكل المشاهدين يسمعونه من التليفون لأنه في تأخير في الصوت، تسمعوا أسئلتي لكم وإجابتكم بشكل متأخر. طيب اتصال آخر. ألو. طيب ممكن أن نذهب لإجراء القرعة، وأذكر فقط مشاهدينا الكرام بضرورة إرسال رقم الإجابة فقط حتى تدخلوا في السحب وتكون لديكم فرصة للفوز معنا بجائزة من الثلاث الجوائز اليومية. الآن تتابعون معنا على الشاشة عدد الإجابات التي وصلتنا عن سؤال حلقة أمس، وكان السؤال كم عدد الطلاب في مدرسة الشعيب في شبوة؟
كانت الاختيارات هي الاختيار الأول 127، الاختيار الثاني 227، والاختيار الثالث 327. الإجابة الثالثة هي كانت الاختيار الصحيح والإجابة الصحيحة. كل من أرسل رقم 3 بدون أي إضافة دخل معنا في السحب. وصلتنا طبعا 41129 رسالة SMS، رسالة واتساب عفوا، من خلال واتساب. عدد الإجابات الصحيحة 30625، وعدد الإجابات الخاطئة 10504. عدد الإجابات الخاطئة تشمل من اختار رقم 1 ورقم 2، وأيضا من أرسل وكتب إضافات إلى جانب الإجابة الصحيحة. فقط أرسلوا رقم الإجابة فقط. طيب الآن سنجري السحب ونختار أول فائزين معنا بخمسين ألف. بسم الله، مبروك إذن لصاحب الرقم 77443635. إذن مبروك لصاحب الرقم 77443635. إذن مبروك لصاحب الرقم والفائز معنا بأول 50,000 عن سؤال حلقة أبس. لدينا اتصال. ألو. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. من معي؟ معك حامد محمود الطيب. من؟ حامد محيوب عواض الرصيد. طيب حامد مهيوب، من فين يا حامد؟ من صنعاء. من صنعاء. يا حامد اسمعني من التلفزيون لو سمحت، من التلفون. لا انا سمعت من التلفون. طيب تمام. تابعت الفيلم، فيلم اليوم، القصة؟ ان شاء الله. طيب سؤالي لك. ان شاء الله. بشير قبل ان يكون معه مشروعه الخاص كان يعمل في محل، في محل من كان يعمل؟ فين كان يشتغل بشير؟ محل فؤاد. بشير كان يشتغل في محل صانو. ايوه، في محل من؟ كان عسكري قابل. قبل، بعد العسكري كان يشتغل في محل باجرته اليوميه، يعني بالنصف الايراد. يوم الان احنا شفنا عمل واحد من افراد اسرته، يعني من افراد اسره بشير. من افراد اسره بشير. ايوه، ايش يقرب له؟ صله القرابه؟ يقرب له. والله ما سمعنا ايش يقرب له، بس ما كان واحد من اصحابه واصحابه كذا. انت سمعت زوجة بشير؟ لانه كان هو يشتغل في صالون احنا سمعنا بعد. ايوه تمام، سمعت زوجة بشير وهي قالت انه يشتغل عند اخوها. يعني عند من؟ اخ زوجته. ها؟ اخ زوجته. اخ زوجته، صهيره يعني. ها؟ اخ صهيره. طيب مبروك لك 50,000 ريال. الله يبارك فيك يا سامي. تسلم يا حبيبي، شكرا لك، مبروك لك ال50,000، مبروك. اتصال آخر. ألو. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. من معي؟ عمران صدام الصوفي. عمران الصوفي، من فين يا عمران؟ من صنعاء. من صنعاء العاصمة، كيفك يا عمران؟ تمام. كم عمرك؟ 11 سنة. 11 سنة؟ أنت الآن تتصل من تليفونك ولا من تليفون أبوك؟ من تليفون أبي. من تليفون أبوك. طيب لو فزت الجائزة لمن؟ ليا. كيف لك؟ التليفون حق أبوك. يا عمران. وين رحت؟ تعال تعال. وين رحت؟ خلاص الجائزة لك. أنت متفق أنت وأبوك أنك تتصل بالبرنامج لو فزت الجائزة لك. كم معك أخوة؟ خمسة. خمسة؟ معك خمسة أخوة؟ أيوة. طيب تمام، إن شاء الله يعني تفوز بالجائزة وتعملوا شيء بالمبلغ وإن كان بسيط لك. طيب يا عمران مستعد للسؤال؟ مستعد للسؤال؟ مستعد. انت تتابعنا؟ أيوة. كل تتابعنا كل يوم، تتابع البرنامج كل يوم. ايوه. تعرف كل الاسئله والاجابات؟ ان شاء الله. ان شاء الله. طيب انا شاشوف انك مركزه ولا بسال السؤال الرابع. بكم كانت تشتري زوجة بشير العلاج لولدها؟ واحد من عياله مريض، ف
فقالت أنا أشتري له العلاج بكم؟ بربع ألف. بربع ألف وتستاهل 50,000 أنت. مبروك يا عمران. شكرا. طيب يا عمران ما انتش فرحان يا عمران أبدا ولا شيء. إلا. طيب يلا مبروك مبروك لك يا عمران 50,000 مبروك لك يا عمران. يلا. مبروك لعمران من صنعاء مبروك مبروك. طيب اتصال آخر. ألو. ألو السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معي؟ معك عبد الحكيم من دبوان. عبد الحكيم دبوان. عبد الحكيم ناجي دبوان. عبد الحكيم ناجي دبوان. من فين يا عبد الحكيم؟ من الغيضة. من الغيضة؟ المهرة. من الغيضة. نعم. من الغيضة في المهرة. تابعت القصة. نعم. قصة اليوم يا عبد الحكيم؟ نعم تابعته. طيب أنا بسألك السؤال اللي كنت يفترض أن أنا أسأله لعمران لكن يعني قلت يمكن ما يعرفش المعلومة، فالسؤال هو الثالث في الحلقة اليوم معنا. منذ متى وبشير يشتغل في الحلاقة؟ من متى؟ من التسعينات تقريبا. من التسعينيات. يا سلام عليك، إجابة صحيحة ومبروك لك 50,000. الله يبارك فيك يا أخي. يلا شكرا لك مبروك لك عبد الحكيم. شكرا لك عبد الحكيم ناجي دبوان من الغيضة في المهرة، مبروك لك 50,000 ريال. طيب اتصال آخر. طيب نجري القرعة. طيب سنجري القرعة ونختار الفائز الثاني أيضا عن سؤال حلقة أمس، وقيمة جائزته 50,000 ريال، وهو واحد من الذين أجابوا بشكل صحيح واختار رقم 3 فقط. بسم الله مبروك إذا لصاحب الرقم 775016070. مبروك إذا لصاحب الرقم 775016070. مبروك إذا لصاحب الرقم الظاهر على الشاشة وهو الفائز الثاني معنا عن سؤال حلقة أمس، وسأظل أكرر لكم مشاهدينا فقط أرسلوا الرقم بدون أي إضافات. طيب لدينا اتصال. ألو. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شهر مبارك. من معنا؟ علينا وعليكم السلام. معك محمد أحمد علي. محمد أحمد علي. محمد أحمد علي. هلو. أيوة محمد، وطي صوت التلفزيون لو تكرمت. نقص صوت. يبدو في زحمة جنبك. تتابعنا أنتم من يا محمد؟ هلو. محمد. على طول. ايوه ايوه معك. الصوت. الو. ايوه ايوه. السلام عليكم. وعليكم السلام. وطي صوت التلفزيون عشان تسمعني بشكل اوضح. وطي صوت التلفزيون للحين. ايوه وطي الصوت. واطي الصوت. واطي الصوت. محمد من اي أيوة. محافظة انت؟ اسمعني. ايوه اسمعك انا. من اي محافظة؟ محافظة لحج. من محافظة لحج. ايوه. أنت متأكد أنك موطي صوت التلفزيون؟ أنا أسمع صدى. ها؟ أسمع صدى، أسمع صدى صوتي. لا موطي صوت التلفزيون. طيب. أنا من محافظة لحج. طيب من محافظة لحج يا محمد، تمام. يا محمد أيوة. تابعت القصة؟ لا والله ماشي، كانت الكهرباء. كانت الكهرباء ما لها؟ طافية. والآن ولعت؟ أيوه. طيب إذا شغال عندك التلفزيون الآن، كيف ما الكهرباء هذه اللي طفيت وقت القصة يا محمد؟ الآن شغال التلفزيون. الآن اشتغلت الكهرباء؟ أيوه على البطارية. قلدك الله يا محمد إن الكهرباء طافية كانت. مش مع صوتك أنا ضعيف. شوف صوتي ضعيف عندك؟ أيوه. طيب الآن كيف؟ الآن تمام. طيب اسمع الان، شوف في واحد من المشاهدين على الفيسبوك الاخ فؤاد المزحاني يقول لا مش فؤاد، صدام يقول المفروض اللي ما يتابعش القصه لا تكونوا تقبلوا اتصاله لانه ما يعرف شيء اجابه ولا تابع القصه، فالمفروض نتيح الفرصه للي تابع القصه. ايش رايك؟ ايش رايك؟ ايش رايك؟ ايش رايك؟ والله الراي رايك.
طيب انا بسالك سؤال، ما انك قد وصلت، عدد لي ثلاث مديريات من مديريات عدن. ثلاث مديريات من مديريات عدن. ايوه، اذا جاوبت صح تفوز معنا بالجائزه. يلا، عدن جنبك، عدن العاصمة المؤقتة معروفة، كل مديرياتها معروفة. سؤال سهل. يلا يا محمد. البريقة. 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 التواهي. 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 الشيخ. الشيخ عثمان. الشيخ عثمان. ايوه. طيب يلا نشي منك انت ثلاث. انشي منك ثلاث انت، هذه ثلاث ساعدوك اللي جنبك. ها؟ انشي ثلاث منك انت، تدي لي ثلاث مديريات انت. هذا ساعدوك اللي جنبك يغششوك. دار سعد. دار سعد. يلا زيد واحدة وفز في الخمسين. يلا. بير احمد. لا بير احمد مش مديرية. لا. توا هي البريغة. ايوه. الشيخ عثمان. دار سعد. ايوه. زد واحده. يلا. ما ادغلت له. الشيخ عثمان. الشيخ عثمان. ايوه الشيخ عثمان والتواهي والبريقه. ذكرنا له خمس. صيره. منصورة. المنصورة. صيرة. كريتر. والتواهي. والبريقة. كريتر. تمام. مبروك 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 لك 50,000 ريال. تحياتي لك ولأسرتك الكريمة الذين ساعدوك. شكرا لك ومبروك لك يا صديقي 50,000. محمد من عدن، مبروك. طيب ألو، اتصال آخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معنا؟ كيف الحال؟ الحمد لله، كيف حالك انت؟ محمد قال عبد الله من محواطب. لو تعيد اسمك؟ محمد قال عبد الله من محواطب. محمد قائد عبده من اب. نعم. محمد قائد من اب. نعم. محمد قائد عبده. محمد قائد عبده من اب. نعم. اسمك صحيح؟ نعم. ايوه. طيب من تابعت القصه؟ والله يا اخي القصه تابعت النص منها، يعني لحقت النص وحاولت اقارن ما جبت الا النص منها. اي القسم اللي تابعته عشان اسالك منه؟ يعني من حيث ما شفت تعليم الحلقه كذا. شفت الاول ولا الاخير؟ قبل ما تحول. وين كنت ما كنتش تتفرج طيب؟ يا اخي كنت قاعد زي ما قاعد اشوف احاول. طيب انا بسالك من الجزء الاخير، ما دام انك تابعت الجزء الاخير. لا. تمام، انت تابعت الجزء الاخير صح؟ اخر شيء. تابعت الجزء الاخير عندي. ايوه تمام. انت احد منك. ايوه، ما هو المشروع الذي قدمه برنامج حيث الانسان لبشير؟ ايش المشروع؟ انت قلت تابعت اخر شيء بالفيلم، شفتهم الدينا دخلت الحاره والمرنجين. ايوه ايوه. ايش البرنامج ايش عمل لي بشير؟ محل ايش؟ محل ايش؟ ما ركزش. بقاله صح؟ ولا تفرجت شيء يعني؟ والله اخي ما ركزت. طيب انت تشوف لنا مع التلفزيون؟ ايوه. محل ايش؟ حلاقه. 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 نعيما. نعيما. نعيما عليك. نعيما يا محمد. نعيما، مبروك لك 50,000 ريال. حلاقه. يلا مبروك لك يا محمد من اب. محمد قائد مبروك لك 50,000 ريال
وهكذا ما نتخارج والله تمكنونا ما شفناش القصه ما تابعناش القصه هذا ما ينفعش ولا كيف يا شيخ؟ والله خير ان شاء الله. والله خير. ممكن يكون اليوم اخر استثناء اذا. طيب الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام شهر مبارك كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم طيب ان شاء الله. من معي؟ معك سالم احمد بازار. سالم بازرعه من فين يا سالم؟ بازار بازار. من؟ سالم احمد بازار. سالم احمد؟ بازار. بازار. ايوه. طيب وطي الصوت يا سالم. الصوت واطي عندي مره صار في التلفزيون. صوت التلفزيون واطي، طيب. أيوة. طيب يا سالم انا بستشيرك الان، اللي يتابع القصه نساله ويفوز. ايوه. واللي ما يتابعش والله يعني انا تابعت القصه بس يعني في بعض بس اللي عارفه وبعض بس اللي مش عارف. طيب ايش رايك باللي يتصل يقول ما تفرجت انا، ايش نسوي معه؟ نعتذر له ولا نفوزه؟ هو البرنامج اصلا يساعد الناس، يعني يساعدهم. يعني حتى لو ما تفرجش نساعده؟ نساعدهم اكيد، هذا رمضان هديه. طيب يا سالم، طيب يا حبيبي، طيب سؤالي لك، سؤالي لك، كم يعني بشير قبل ان يكون معه مشروعه الخاص كان بيشتغل عند صهيره في المحل وبيتقاسموا يعني بنظام انه النصف، يعني النصف الايراد نص بنص يعني. فصاحب المحل تكلم وقال عدد الزبائن ايوه اللي بيحلق لهم بشير يوميا تقريبا كم؟ تقريبا ايوه كم؟ تقريبا 10 يمكن 10 او كم؟ اقل ولا اكثر؟ اكثر تقريبا 15 لا يا 10 يا 11 تمام مبروك لك الله يبارك فيك حبيبي مبروك لك انت استعنت بالاهل يعني عشان الاجابه صح؟ لا والله والله ما استعنت باحد عندي طفل صغير عندك ايش؟ عندي طفل صغير هذا الدم اللي صنع الله يحفظه ان شاء الله طيب الو ايوه ايوه مبروك لك يا سالم اذا مبروك لك 50000 ريال الله يبارك مبروك لك الله يبارك فيك مبروك مبروك كذا في الناس بالبث المباشر يقول لك ما عاد فيش داعي للاتصالات خلوه واتساب وبس ما دام الناس ما يتابعوش الفيلم طيب هو ممكن نجري الان القرعه الثالثه ونختار الفائز الثالث عن سؤال امس وقيمه جائزته 50000 بسم الله بسم الله نختار الفائز الثالث مبروك لصاحب الرقم 77341944 إذا مبروك لصاحب الرقم 7347194 الأخ أبو عبد الغني زبارة يقول اللي ما يتابعش الأسئلة يسألوا الكنترول هل تابعت القصة إذا قال لا يعتذر منه وهذه فكرة يا سامي الأخ محمود مرغني يقول اللي ما يتابعش يجعلها سياسة البرنامج اللي ما شاهد القصة ما يشاركش لأنه غيره أولى محمد طاهر يقول عندي ملاحظة واحدة فقط عند إجراء القرعة والفرز نلاحظ أن عدد الفرز في الكمبيوتر لا يتعدى ثواني محدودة ويتم إيقافه بسرعة ويتم إظهار رقم الفائز مباشرة لماذا لا يتم أن تكون مدة الفرز بالقرعة من نصف دقيقة إلى دقيقة على الأقل ليتم المسح والفرز على جميع الأرقام أعتقد أنه في السيستم يعني في نظام المسابقة أنه بيفرز جميع الأرقام ونحن ممكن نسأل التكنيكال وتأكد لكم أنا بالضبط كيف بيتم عملية القرعة وثقوا في برنامج حيث الإنسان وقناة بلقيس أن هناك شفافية عالية في الموضوع طيب الآن نذكر بالثلاثة الأرقام الفائزة عن سؤال حلقة الأمس السؤال الواتساب والأرقام هي 77443635 9 الرقم الثاني 77501600 الرقم الثالث 77347194 مبروك إذا للفائزين الثلاثة وكل فائز 50000 ريال مقدمة من حيث الإنسان هذا البرنامج برعاية مؤسسة توكل كرمان
إذن تابعنا الأرقام الفائزة، والآن سنعلن عن سؤال حلقة اليوم، وهو من القصة التي شاهدناها وكانت من العاصمة المؤقتة. والسؤال معكم الآن على الشاشة، سؤال الواتساب: في أي مدينة يعيش بشير؟ والاختيارات الثلاثة هي أبين، اثنين عدن، ثلاثة تعز. إذن السؤال: في أي مدينة يعيش بشير؟ والاختيارات الثلاثة هي أبين، الاختيار الثاني عدن، الاختيار الثالث تعز. وأرجو فقط إرسال رقم الإجابة، يا إما واحد أو اثنين أو ثلاثة، فقط أرسلوا رقم الإجابة فقط حتى تدخلوا معنا في السحب على الجوائز. إذن مبروك مقدما لمن سيفوز معنا في الغد وسيجيب بشكل صحيح على سؤال حلقة اليوم. سنجري القرعة غدا. إذن مشاهدينا الكرام، نلقاكم غدا وقصة جديدة من قصص حيث الإنسان. كونوا بخير. سترى نفسك في الغير وستعرف ما تحدثه لمسة إحسان. بالخير سندرك حتما كم نحن بخير، بحكاية تأخذنا حيث شيء.